اهلا بكم من جديد. فوربس ميدل ايست اعلنت قائمه باسماء اقوى 100 سيده اعمال قياديه في 2024، 104 سيده من 27 قطاع مختلف بتضم البنوك والخدمات الماليه والاستثمار والتجزئه والرعايه الصحيه وكده. من كام؟ من 28 جنسيه، لكن مصر تصدرت القائمة ب 17 سيدة أعمال، وتليها الإمارات 14، ثم السعودية ولبنان 9 سيدات أعمال. والنهاردة معانا 5 من هؤلاء السيدات، 4 معايا هنا في الاستوديو، وواحدة إن شاء الله هتكون معانا، سيدة أخرى هتكون معانا عبر زوم. فاسمحوا لي إن أنا أرحب بيهم سريعا. دكتورة غادة أنديل، مدير عام بنك أوف نيويورك، أستاذة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، المهندسة عبير الهيطة، عضو منتدب لإيجي ترانس لخدمات النقل والتجارة، وغادة حمودة، المدير التنفيذي لقطاع الاستدامة بمجموعة القلعة. أهلا بيكم، مبروك. أنا عارفة أن أنتوا بعضكم في ناس كذا مرة، يعني عبير أنت مرة إيه؟ تالتة؟ تالت مرة. تالت مرة، وأنت كنت معانا السنة اللي فاتت. فعلا. كنت معانا. أعتقد دكتورة غادة وداليا أنتوا أول مرة، وكمان غادة أول مرة في كاتيجوري أو قطاع الاستدامة. مظبوط. اهلا بيكم، وخلونا اولا نتعرف من هي الدكتوره غاده انديل. عايزة أقول لكم إني فخورة جدا بمعايير الاختيار، يعني التأثير في المنطقة والأسواق التي تعمل فيها المرأة، الإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة، حجم الأعمال والإيرادات. وهتفاجئوا إن الستات اللي معانا دول بيقودوا حجم أعمال وإيرادات وتأثير ضخم جدا، وطبعا الخبرة المهنية. غادة يعني كارير طويل في القطاع المصرفي من البنك المركزي وغيره، وصولا الى بنك اوف نيويورك. بتقودي اصول تقريبا قد ايه؟ بنك اوف نيويورك في مصر مسؤول عن ايه؟ احنا شغلنا في مصر حضرتك بيسكلي مع القطاع المصرفي ومع القطاع الحكومي، اتس بيسكلي بي تو بي، ما بنتعاملش مع افراد. الاوبريشنز بتتم خارجيا مش في مصر، لان احنا هنا راب اوفيس، انما الديلز نفسها او الترانزاكشنز نفسها بتتم من خلال اللاينز اوف بزنس اللي هي بتبقى خارج مصر، فبييجوا بيتفقوا معاهم. احنا دورنا كراب اوفيس ان احنا ندي الصوره الاقتصاديه الموائمه عن مصر، ندي الانطباع ده، زي ما يكون حركت زي ما بنكون بنمثل البنك في مصر والعكس، وبنمثل مصر لدى البنك أزول. اول ست تصل الى هذا المنصب، يعني انا اعرف طبعا الراحل جمال محرم، وكان يعني يمكن من اول من طبعا افتتح بنك اوف نيويورك في مصر، ويعني تحيه لروحه الحقيقه. لكن قولي لي، انت اول ست تصل لهذا المنصب في بنك اوف نيويورك؟ في بنك اوف نيويورك اول ست تصل انها تبقى هيد اوف راب اوفيس يعني؟ لا 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 نو هيد اوف راب اوفيس هنا، لا كان في قبليه برضو استاذه هنا قبل كده. بالنسبه لك الاختيار من فوربس كان مفاجاه ولا ايه؟ لا، هم حضرتك هم الاول في بيبقى فيه نومينيشن، فهم ترشيحات بالظبط كده، فهم بيكلموا حضرتك قبلها، بيسالوكي حبه اسئله، بيطلبوا البايو بتاعك والسي في وصوره وكذا، وبعدين بيقوموا بعمليه فرز للاسماء، والاختيار بقى بعد كده بيتم.
طب خلونا ننتقل، انا هنتعرف بس على السيدات وبعدين نبتدي نقاش بقى. داليا ابراهيم طبعا اسم معروف في الوسط الثقافي المصري، دار نشر اثبتت نفسها في الفتره الاخيره، يمكن مش الاقدم ولكن من اكبر دور النشر الموجوده دلوقتي. كمان داليا لها دور مهم في الستارت ابس. خلونا نشوف اولا من هي داليا ابراهيم. طيب ممكن الأساتذة والسيدات اللي موجودين معانا بيشتغلوا بفلوس كتيرة، انت في دار نشر، وبتفتكري ليه تم هذا الاختيار يا داليا؟ هو الحمد لله احنا ما بقناش دار نشر، هي نهضة مصر بقى لها 86 سنة، وبعدين احنا غيرنا الاستراتيجي من بدري قوي وتحولنا من دار نشر. وطبعا دار نشر ما شاء الله بقت كبيرة جدا، هي تعتبر من اكبر دور النشر في العالم العربي على الاطلاق، حجم الاصدارات عندنا كبير قوي. كم حجم الاصدارات عندكم تقريبا؟ احنا بنخدم اكتر من 16 مليون طالب في مصر. ده بالنسبه للمطبوع بنطبع تقريبا ما يقرب من 100 مليون نسخه في السنه، وبنشتغل مع كل العالم العربي تقريبا، بنالف مناهج في مصر، مناهج في الدول العربيه مختلفه، بنعمل تحول رقمي، تحولنا من نشر تقليدي بيعمل نشر ثقافي وتعليمي واطفال، وده مهم جدا، الى كمان ان احنا متخصصين في فكره المحتوى، فبنطلع منتجات مختلفة، من أول تدريب المعلمين لدخول في التحول الرقمي أيا كان بقى، من أول المناهج البسيطة جدا لحاجات للجامعة لشركات. توسعنا أكتر، بقينا نعمل رسوم متحركة، أفلام كرتون ومسلسلات كرتون، توسعنا أكتر وبقينا بنعمل استثمارات مع الستارت ابس. يعني الحمد لله أسست شركة أدفنتشرز من تقريبا داخلين على 7 سنين، ساعدنا 76 شركة ستارت اب، وعملنا استثمارات يعني الحمد لله يمكن باخر توقيع وقعنا امبارح داخلين على رقم 20 كشركه مستثمرين فيها في مجال التعليم وتكنولوجيا التعليم. ازاي دمجتي ما بين فكره دار النشر حتى لو كان فيها تحول رقمي وتطوير مناهج تعليم وبين فكره ستارت ابس؟ ايه العلاقه اللي بينهم؟ هو الحقيقه انا بحب قوي ان انا اعمل حاجه للمجتمع، فلما كنت محظوظه ان انا اشتغلت في العيله، بس بدات بقى من تحت خالص، وما كنتش الحقيقه هشتغل مع العيله في الاول يعني، بس لما اشتغلت مع والدي في نهضة مصر. نهضة مصر بدأت امتى؟ من زمان؟ 38 38 اسسها جدي احمد ابراهيم الله يرحمه. فانت الجيل الثالث انا الجيل الثالث فالوالد الحقيقه لما ضمني للشركه بدأت خالص بنشر الاطفال، حتى كنت مساعد يعني، طبعا عادي بدأت السلم من تحت، بس كنت حابه قوي اللي بعمله ومؤمنه جدا ان بناء الانسان هو رحله حياه. ففضلت اطور نفسي على قد ما اقدر، واخدت 2 ماسترز وبكمل دراسات، لسه راجعه من هارفرد ما بقاليش حاجه الحقيقه، فكل الدراسات دي علشان اعرف ازاي اخدم الناس. فوانا بدرس الماسترز الثاني اللي هو اكزيكتيف ام بي اي في جامعه امريكيه، بدات قصه المنتورشيب، بقيت اساعد الشباب واعمل لهم منتورنج. ده كان 2013 2014، حبيت جدا الايكو سيستم ده، الشباب مبهرين ما شاء الله جدا، ستارت ابس واساليني عنهم مبهرين. ومن اول ستارت اب عملت لهم منتورنج خدوا جايزه في انجاز. وبعدين انا رحت للاسره قلت لهم ايه رايكم احنا بدل ما احنا بنعمل كل الحاجات، احنا توسعنا دلوقتي ما شاء الله بينا 14 شركه، فبدل ما احنا بنعمل كل الحاجات بنفسنا، طب ما احنا ممكن نساعد الستارت ابس وهم نفسهم يغطوا الفجوات الموجوده في عالم التعليم في العالم العربي كله. وفعلا هتلاقي حضرتك ان احنا عندنا ستارت ابس من اول بتقدم يعني كل مثلا البوست جراديويت، كل المتخرجين تعمل لهم ريسكيلينج واب سكيلينج، بنشتغل في كل التكنولوجي، عندنا 3 من الستارت ابس بتوعنا واخدين فوربس 30 اندر 30، فواخدين كل التعليم فني
وكمان لقينا ان احنا كده بالاستثمار ده غطينا التكنولوجيا التعليم بشكل كبير ومكملين الحمد لله المشوار يعني. بس لقينا فجوه كبيره قوي في التعليم الفني، فاسسنا شركه تاهيل، واحده برضو من المجموعه بتاعه الشركات متخصصه في التعليم الفني والتدريب المهني، فبتخدم القطاع ده بشكل كبير. فتحولت دار نهضه مصر من انها دار نشر الى مؤسسه تعليميه ضخمه صحيح بتغطي كل المجالات. اخر حاجه عملناها بقى خالص دخلنا في النيرسريز، في الحضانات. في الحضانات كمان؟ لا يعني هو ايه، بقت مؤسسه تعليميه، نقدر نقول انها مؤسسه تعليميه ليس فقط دار نشر. بالظبط. خلونا نذهب الى عبير الهيطه. عبير كانت يعني ضيفتنا السنه اللي فاتت في نفس هذا الوقت تقريبا، انا رجعت للتاريخ كان 21 فبراير تقريبا، وعبير كانت برضو فائزه بترشيح فوربس واحده من اكثر 100 ست، اقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، عبير تهليطة إيجي ترانس للنقل. وعافية شوية صغير ده هنعمل يعني ايه؟ اذكر انك قلت لنا السنة اللي فاتت انه الوالد توفى، بعدين جاء الشقيق توفى، فترميتي في البحر. بالظبط بالظبط. واضطريتي ان انت تعومي خلاص، انت رئيس الشركة، كانت شركة عائلية قبل ان يتم بقى خلاص طرحها في البورصة اظن، فترميتي في البحر. من السنة اللي فاتت للسنة دي عبير عملتي ايه اصلا؟ والله احنا يعني بنجري بسرعة جدا، عندنا كم من التطور بيحصل في الشركة في فترة قصيرة. الشركة برضو يعني بقالها تاريخ طويل، 2023 كنا بنحتفل بالعيد الذهبي لإيجي ترانس، 50 سنة منذ تأسيسها و25 سنة من يوم ما طرحت في البورصة. ف2023 كانت سنة كبيرة. احنا يعني الشركة بتؤدي خدمات النقل واللوجستيات في مجالات متعددة ومتشعبة كتير، مركزها مصر، ولكن طبعا بتأدي الخدمات دي من مصر إلى جميع أنحاء العالم. السنة اللي فاتت دي أخدنا خطوتين كبار جدا. الخطوة الأولانية إن احنا استحوذنا على شركة أخرى في مجالنا، تعتبر برضو من أكبر وأهم الشركات في مجال النقل في مصر، اسمها نوسكو. والخطوة الثانية ان احنا في طريقنا ان احنا بقى نتوسع خارج مصر. فأول خطوة بناخدها دلوقتي تأسيس شركة في السعودية ان شاء الله. الوضع في البحر الأحمر وباب المندب مقلق جدا، حتى مؤثر بشكل كبير على قناة السويس، من 40% ل 50% انخفاض في العائدات. ده مؤثر عليكم؟ ما فيش شك ان هو مؤثر يعني على كل الشركات اللي في مجالنا، ويعني اعتقد ان هو مؤثر برضو على الاقتصاد بصفه عامه. بس احنا كشركه يعني اعتقد اكتر حاجه بتنفعنا ان احنا عندنا تنوع كبير جدا في الانشطه، وفي نفس الوقت احنا دورنا اصلا ان احنا نوجد للعملاء بتوعنا حلول في مجال النقل واللوجستيات. فاحنا يعني يمكن مصر الكام سنه اللي فاتت والعالم كله عمال يعدي في مشاكل كتير اثرت على سلاسل الامداد، من اول الكوفيد
ثم حرب روسيا وأوكرانيا، ثم دلوقتي برضو الوضع اللي موجود في باب المندب وفي البحر الأحمر. فيعني طبيعة الشغلانة دي أنه دايما فيها نوع من التقلبات اللي أنا بشوف أن هي يعني إلى حد كبير مؤقتة. يعني برضو فاكرة أنك قلتي لي أنه اتعلمت أن أنا ما مش لازم أعرف كل حاجة، المهم يكون حواليا تيم يفيدني واختار الناس الصح اللي يفيدوني في كل حاجة، بس أنا مش لازم أعرف كل حاجة. لسه مؤمنة بالنظرية دي؟ دي أكتر حاجة أنا مؤمنة بيها، وأكتر حاجة أنا فعلا يعني فخورة بأن احنا عملناها داخل الشركة، لأنه الشركة بقى فيها يعني مجموعة عمل، بقى فيها تخصصات مختلفة، لما بنيجي ناخد أي قرار بيبقى فيها يعني فعلا نقاش. ويمكن برضو عايزة أضيف حاجة، أنه التيم بتاعنا مقارنة بأن احنا كصناعة، هي صناعة بيسيطر عليها لحد كبير عالميا، مش بس في مصر أو في الشرق الأوسط الرجال، إنما يعني عندنا نسبة من السيدات في المراكز القيادية النهاردة وصلت ل 30%. عندكم في الشركة؟ طيب نروح بقى نشوف غادة حمودة، وماذا يعني إيه استدامة، ويعني إيه استدامة في مجموعة القلعة؟ نشوف. الاستدامة دي بقت موجودة، يعني هو لفظ كده موجود في كل حاجة، في الشركات، في المباني الجديدة، في كل حاجة، الاستدامة وعلاقتها بالقلعة. اولا حقيقي حاجة تسعدني ان النهاردة لما بيختاروا فوربس السيدات الاعمال او الناجحات حاطين النقطة بتاعت الاستدامة والمسؤولية المجتمعية كone of the criteria. الكلام ده ما كانش حقيقي بيحصل قبل كده. واللي حصل ان احنا شايفين تطور كبير جدا في مفهوم دور القطاع الخاص ودور الشركات، وازاي لازم يبقى دايما باصص على المردود المجتمعي، المردود البيئي، ازاي بالاضافه طبعا للربحيه والتاثير في الاقتصاد. شركة القلعة يعني أنا معاهم من 2008، وفخورة بأن هي ابتدت باتنين رواد أعمال ب2 مليون دولار كده، هو جنيه قصدي، ابتدوا الشركة وكانوا في استثمار مباشر، وصلوا النهاردة لأكثر من 10 مليار، كانوا 2 مليون جنيه 10 مليار دلوقتي، في 6 مجالات، في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وست قطاعات كبيرة مهمة جدا بتأثر في أفريقيا. من البداية كان المفهوم ان انت لازم ما تبصش بس، بتبص بثلاثة بريزمز او بثلاث منظورات على المردود بتاعك او العائد بتاعك على المجتمع. فكنت بتبص على الاقتصاد، فاحنا بنبص على كشركة اسست اكتر من 80 شركة، طورت اكتر من 80 شركة وفي قطاعات مختلفة زي ما قلت، جدا مهمة جدا واستراتيجية. خلقت فرص عمل، اكتر من 40,000 فرصة عمل، فبتبصي على قياس الاثر بتاعك على الاقتصاد وازاي انت طورتي. بس بتبصي في الناحيه البيئيه، ازاي انت النهارده اثرك ايه وبصمتك الكربونيه ايه. وطبعا دي بقت حاجه جديده دلوقتي ناس بتتكلم عليها، لكن ده حاجه من البدايه، جزء منه عشان كان في استثمار مباشر والمستثمر اللي معاكي جاي انستتيوشن انفستر او دي اف اي الديفلوبمنت فاينانس انستتيوشن، كلهم جايين بيبصوا عايز يشوف انت ادائك ايه على الارض. يعني في القلعه انتوا عندكم مسترد، وهو عندنا يعني ايوه طبعا هو مشروع ضخم جدا للطاقه، فهنا فكره الاستدامه مهمه وتاثير على
المنطقة وتأثير كمان على المناطق اللي حواليكي كمان. انت طبعا التأثر المجتمعي مهم جدا، فهتلاقي ان في على مبادرات كتيرة موجودة. فالأمن الطاقة جزء منه، انك اكبر مشروعين بنبان طبعا احدى شركاتنا طاقة عربية فيه، والمشروع الثاني اللي هو الشركة المصرية للتكرير، وازاي ده بيحل الأمن الطاقة لمصر. ومن ناحيه تانية انت عندك في كل البرودكتس بتاعتك وكل المنتجات بتاعتك شركه بنعمل انسليشن عزل عشان تقدري ان انت تبقى المباني تبقى فيها مسؤوله بيئيا اكتر، بتستهلك طاقه اقل. بتعملي برضو نفس الموضوع دوت في شركه البرينتنج، عندنا الشروق للطباعه وعندنا واحد مصر بتاعتنا بنعمل دوبلكس، بنستخدم الورق وبنعيد تدويره. شركه مخلفات اداره مخلفات بنعمل الطاقه من المخلفات، ومؤخرا مضينا عقد مهم جدا شراكه ما بين شركه اكسنس الفرنسيه لنقل الخبرات وشركه ايكارو، شركه شركتنا في تدوير المخلفات لاستخدام الاجريكلتشر ريزيديو المخلفات الزراعيه عشان ننتج منها الاثانول ونصدره. هي قصه الاستدامه دي بقت موجوده في كل، بس عايز اقول لك حاجه، كان زمان بيتقالي ايه ما كنت بتكلم بقول ان احنا مسؤولين استدامه ورايحين نتكلم عنها في الامم المتحده، دعيانا نتكلم في 2016 و17 كان قال لي صباح الاستدامه، يعني ايه صباح الاستدامه؟ ايه مدام ايه الكلمه دي؟ كلمه الاستدامه دي كانت معناها ايه بالظبط؟ صعبه شويه غدا. يعني المصرفيات كثر، يعني بقى عندنا في القطاع المصرفي المصري بالذات والعربي الحقيقه ستات بيوصلوا لأعلى مستوى ولا أقل سنة من أعلى مستوى؟ يعني معرفش، أنا عمال أفكر كده بشوف على رؤساء البنوك مش لاقيه رئيسه بنك، او يمكن انا ما اعرفش. لا في، لا في حرك، وفي كمان كان في نائب محافظ اسوال، كان في نائب محافظ لبنانو. لا وكان في تمام، بس احنا ما بنوصلش للمحافظ، ما بنوصلش مثلا رئيس البنك الاهلي سيده، او رئيس بنك مصر سيده مع احترامنا وحبنا للموجودين طبعًا. يعني لكن مثلا رئيس مثلا السي اي بي برضو ما فيهوش حتى القطاع الخاص. بس في بنوك حضرتك فيها رؤساء، يعني الله يرحمها كانت طبعا كانت رئيسة بنك، يعني في طبعا. لا في، وبعدين القطاع المصرفي هقول لحضرتك على حاجة، القطاع المصرفي بالذات مختلف عن القطاعات الأخرى. يعني أنا طول عمري فخورة إن القطاع المصرفي لا فيه سيدات كتير جدا، ما فيش حاجة اسمها إن الغالبية العظمى رجالة أو ستات، بس فعلا زي ما حضرتك بتقولي إن هي في القيادات بس النسبة بتزيد. يعني هي النسبة قبل كده كانت أقل بس كانت موجودة، وكانوا سيدات كلهم محترمات جدا جدا قوي جدا. ما فيش سيدة مصرفية ضعيفة، ده حقيقي. يعني ما شفتهاش في حياتي. أنا طول عمري، أنا بقالي أكتر من 30 سنة بشتغل في القطاع المصرفي، ما فيش سيدة مصرفية شفتها ضعيفة في القطاع الخاص أو في القطاع العام. بمعنى يعني خلينا بس نعرف ضعيفة، هي قوية بعلمها وكفاءتها وتأثيرها المصرفية. هل بتحسي أن أنت كسيدة مصرفية، ويمكن ده سؤال للكل، سيدة مصرفية بتضطري تعملي مجهود أكبر من الرجال لأنك عايزة نفس القصة بتاعتنا كلنا، أنا عايزة أثبت نفسي فلازم أعمل مجهود أكبر؟ طب أنا هقول هاريكا لحاجة، إحنا كمصرفيات أعتقد غالبيتنا ما بنتكلمش على راجل وست، صحيح، بنعتبر نفسنا بانكرز، ما بنقولش بالظبط، ما بنجيبش سيرة الراجل وست. أنا بعتبر نفسي مذيعة برضو صحفية بالزبط. فبالتالي صحفي أو صحفية ما جورنالست، يعني ما بنفكرش في الحكاية دي غير لما نتحط في مواجهة لسؤال زي ده اللي هو إيه ده، فابتدي أراجع نفسي، هو أنا اضطريت في يوم من الأيام أن أنا أعمل كده علشان كده؟ حقيقة يمكن أنا ظروفي كانت سمحت لي الحمد لله أن أنا ما اتحطش في موقف زي ده، غير يمكن أن حد مرة يقول لي أنت بتشتغلي ليه، بس يمكن كان كلامه على أساس أن أنا صغيرة، على أساس أن أنا مش محتاج، يعني ما عرفش ما فهمتش، بس ما اتحطتش في موقف أن أنا راجل فضلوه عني، ما اتحط الحمد لله ما حصلت ليش. شفت ناس بيتكلموا على الموضوع دوت، بس ما حسيتش ان هو قوي قوي زي ما هو في مجالات تانية. يعني في مجالات القطاع تانية القطاع المصرفي ربما النظرة للمرأة مختلفة، بس هل في التعيين وانتوا من الصغيرين بقى، لان برضو بعض الصغيرين بيشتكوا بيقولوا بيفضلوا الولاد عن البنات عشان البنت هتتجوز هتخلف، فبالتالي نفضل ان احنا مثلا في البنوك نعين الولد اكتر. انا سمعت الكلمة دي
وانا جاي اشتغل. ومش هذكر اي حاجه ديتيلز يعني، بس احد رؤساء البنوك زمان انا كنت طفله صغيره، فبيقول لي ما تيجي تشتغلي معانا. فقلت له هو حضرتك رئيس بنك ايه؟ كنت فعلا صغيره جدا يعني، وكنت يعني عارف عليك واحد وهو صغير بيبقى متهور شويه. فقال لي البنك الفلاني، فقلت له لا حضرتك رئيس مجلس اداره البنك عندكم ما بيحبش البنات عشان كذا كذا كذا. بعدها بثلاث سنين السي في بتاعي كان قدامه، وبعدين قال لي ها يا ست غاده. فقلت له حضرتك انا يعني عاوز اقول له مش عارفه اقول لك ايه. اتحطيت في موقف زي ده قبل كده، ان انا فعلا في احد رؤساء البنوك قال ان هو مش عاوز يعين مات، بس انا اعتقد ان هو كان بيتكلم يمكن بصفه شخصيه، يمكن شايف ان انا ممكن ابقى دلوع، اي دونت نو، ما اعرفش هل هو حكم عليا انا، لان ويمكن دي فكرته الله اعلم، بس مش دي الغالبيه العظمى، ما بشوفش كده في الغالبيه العظمى الصراحه يعني. طب احنا معنا عبر زوم الاستاذ مهندسه هدى منصور، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركه IFS السويدية المتخصصة في آسيا واليابان والشرق الأوسط، المتخصصة في الحلول الرقمية. خلونا نتعرف عليها الأول ونرجع نتكلم معها. مهندسة هدى اهلا بيكي، اعتقد انت في لندن دلوقتي. مظبوط، اهلا بحضرتك ومتشكره جدا على الاستضافه. وانا كنت متابعه صديقتي الجميله الدكتوره غاده قنديل وهي بتتكلم على السيدات و بعض يعني الصعوبات اللي بتقابل السيدات وبعض برضو المميزات اللي بتقابلهم الحقيقه يعني. انت في القائمه، انت طلعتي في القائمه دي ست مرات يعني يا هدى، فانت بايونير يعني، قديمه يعني في قائمتك يعني. يعني الله يخلي حضرتك. قولي لي يعني بتعملي ايه بالظبط؟ ايه الشغلانه بقى التحول الرقمي وكده؟ كلميني ببساطه عن ذا جوب، ايه العمل اللي حضرتك بتقومي بيه؟ طيب الله يخلي حضرتك. اول حاجه انا تشرفت ان انا كنت اول سيده ادير شركه متعدده الجنسيات في مصر في مجال التحول الرقمي او في مجال السوفت وير. فكنت مديره لشركه اس اي بي، دلوقتي انا في شركه اي اف اس. الشغل بتاعنا ببساطه هو عباره عن تحول العمليات، او ان احنا بنشوف الشركات او الحكومات او الاجهزه المختلفه ونشوف ازاي ان احنا نقدم التكنولوجي بحيث ان احنا نطور من الاداء في كل المؤسسات والحكومات والمصانع سواء قطاع خاص او قطاع عام. فهو ده الشغل بتاعي. بالاضافه لكده انا على فكره عضو مجلس اداره في بنك سي اي بي، فانا سمعت حضرتك بتتكلمي على السيدات، وكجزء من يعني كل مجلس اداره بندخله بنتكلم على ازاي يبقى في سيدات موجودين على السكسيشن بلان بحيث ان يبقى في فرصه للسيدات انها تقوم بمناصب قياديه في البنك. فده اشهد بيه. بالاضافه لكده برضو انا الحمد لله عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه الامريكيه وعضو مجلس اداره شركه سنتامين اللي هي مشغله لمنجم السكري في مصر. بتكلم يعني مع الحياه بره، وان انت دلوقتي بتشتغلي بره معظم وقتك، ويمكن بره مش زي مصر يعني، ولكن اصعب تحدي واجهتيه عموما في حياتك العمليه ايه؟ والله لا، التحديات في مصر على فكره بمنتهى الامانه، مش بقول كده عشان انا في التلفزيون المصري، هقول انها اقل حده من التحديات بره مصر. ليه؟ لان انا بره مصر مهما كان انا جنسيه مختلفه، الناس ساعات بتبص لي ان انا متعلمه فين عشان اقدر ان انا اوصل لمركز بالمنظر ده، فدايما بيبقى في يعني كومباريزن او مقارنة. الناس بتدي انها مقارنه بالظبط،
تقول والله دي اتعلمت في دولة عربية، دولة زي مصر، طب ازاي انها هتبقى مديرة علينا واحنا ناس اتعلمنا بره؟ فساعات بتبقى الافكار دي موجودة. طبعا الديانة برضو بتبقى تعمل عامل، وخصوصا لو حد جاي من بيئة متحفظة، والحمد لله انا مسلمة جاية من بيئة متحفظة نسبيا، فبرضو الحاجات دي كلها بتعمل عامل في مش هقول في التقييم، بس بيبقى في واحد مختلف شوية يعني. وانا بتهيألي الكلام ده مش أنا بس اللي قابلته، معظم السيدات اللي بتشتغل في الخارج هتبقى قابلت حاجة زي كده. مع هذه التحديات، يعني قولي لي 3 أسباب ساعدتك إنك تصلي إلى هذه المكانة مع كل هذه التحديات. أول حاجة الإصرار، إن أنا نشأت في بيئة والدي الله يرحمه والدتي كان دايماً بيشجعونا إن إحنا نتعلم، التعليم ده شيء أساسي، شيء مهم، فالإصرار كان موجود إن أنا عايزة أوصل لحاجة مختلفة. تاني حاجة احترام النفس، دايما من وأنا صغيرة الحقيقة كنت دايما بحترم نفسي وبحترم شغلتي وبحترم إن أنا باخد وظيفة معينة ببقى رايحة محضرة نفسي ودايما عاملة الواجب اللي عليا، بحيث إن أنا أظهر بأحسن صورة ممكنة. وحتى وأنا بره مصر كنت بالعكس، دايما حاطة في دماغي إن أنا مش بس بمثل نفسي لا بمثل البلد، فكنت دايما عندي الاصرار ان انا اعمل حاجه above and beyond، اكتر حاجه ممكن انا اعملها. والتالت حاجه هقول الايمان، يعني الواحد برضو يبقى دايما وهو بيشتغل متاكد ان هو في النهايه هيحط المجهود، هيثابر، هيشتغل بجد واحترام، هيحترم الناس الاخرى، هيبقى متفتح، هيبقى في الاخر خالص هيوصل لحاجه ان شاء الله هتبقى كويسه وحاجه مشرفه. طبعا السؤال لداليا، داليا يعني برضو 3 حاجات ساعدوكي على الحياة صعبة، يعني يمكن هدى بتقول انه بره في تحديات كتيرة وتحديات انت مين وجاية منين وتعلمتي فين، لكن مصر مليانة حفر، لكن ايه اللي خلاكي تقدري تواصلي تكملي؟ ما هو ممكن تبتدي خطوة وتتكعبلي وتقعد انا اقعد بقى اربي العيال وكده واعمل الكتابين وخلاص. ايه اللي خلاكي تصري ان لا انا هعمل كذا، لا انا هعمل فانشر كابيتال، لا انا هكمل مع ستارت ابس؟ ايه اللي خلاكي تعمل كده؟ هو انا في بدايه حياتي في الاول زي ما وضحت كده ما كنتش هشتغل مع العيله، بس بابا بعدها بشويه بعد اتخرجت بسنه خلاني انضميت لاسره نهضه مصر. ده كان انا متخرجه من الجامعه بحلم ان انا نفسي اعمل حاجه للمجتمع، يعني ده كان هدف ان انا هشتغل لله من الاخر يعني. فلما ربنا وفقني ودخلت نهضه مصر حبيت قوي ان انا بعمله، حسيت ان انا بقدم عمل قيم جدا، نشر الاطفال، انا ببني بساعد في بناء انسان من طفولته، فكنت بحب جدا ان انا بعمله. فما شاء الله نهضه مصر تفوقت جدا وبقت تاخد جوائز كتير قوي، نقابه السيده الفاضله سوزان مبارك، وبعدين مشيت مشوار وبعدين جبت مجله ميكي، فعملنا بقى مجله أنا ميكي رجعت اكتر تاني. حاجه حبيتها فيكم انكم خدتوا مجله ميكي بصراحه. فربنا وفقني تاني وجبت مجله ميكي، فطول الوقت انا دي سمعت جدا مع الناس، وراها بقى ناشونال جيوغرافيك، وراها بقى السوفت وير والكلام ده. فاحساسي ان انا بقدم للمجتمع حاجه مختلفه هو اللي اداني طاقه كبيره جدا. انا بشتغل والله كنت بحس كده، انا بشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى، انا بقدم حاجه للمجتمع انا بحترمها وبحترم اللي مقدمه، لاني كاني بقدمه لولادي، فما اقدرش اسمح لنفسي اقدم حاجه انا مش اقدمها لولادي. طيب انا لازم اخرج فاصل بس هرجع لهدى. هدى قولي نصيحه لشابه مصريه بتتفرج عليكم دلوقتي بصلكوا كلكوا انه لا يا جماعه انتوا عملتوا حلم، يعني يمكن انتوا في وقتكوا كانت الدنيا اسهل، دلوقتي الدنيا اصعب. طب يا جماعه ما يعني على فكره اختيار ان انا اتجوز واقعد في البيت ده مش وحش يعني، بس يعني دي اختيارات في الحياه يعني. بس قولي الكلام لشابه عندها حلم ان تكون هدى منصور او غاده انديل او داليا ابراهيم او عبير لهيطه او غاده حموده، كل دول ايكونز يعني، قولي لها نصيحه واحده. ما فيش مستحيل، وانا بقولها بمنتهى الامانه، انا لو انا كنت فكرت وانا في الجامعه انا هوصل لايه، كنت ممكن ما كنتش متخيله اللي انا هوصله ده. فما فيش مستحيل وفي امل، وبالعكس على فكره الجيل الجديد ده عنده فرص اكتر بكتير جدا من الفرص اللي كانت عندنا. احنا فعلا كان الموضوع كان بمشقه فظيعه، ما كانش فيه الانترنت، ما كانش فيه الفورمز اللي كانت موجوده في مصر،
فما فيش مستحيل، بالعكس انا شايفه ان الجيل الجديد عنده فرص اكبر بكتير جدا 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 من الفرص اللي كان عندنا، وفي ناس كتيره جدا عايزه تساعد، فانا متفائله جدا. أنا بشكرك مهندسة هدى منصور. اسمحوا لي هنخرج فاصل قصير ونرجع نواصل هذا الحوار مع 5 سيدات أنا فخورة بيهم جدا الحقيقة. يعني دقائق الأخيرة في البرنامج، بس كل السيدات اللي معانا بتجمعهم حاجة واحدة، إصرار، الحلم، الهدف واضح. هل الهدف واضح كان من الاول يا غاده؟ انك تبقي رئيسة كذا، مديرة كذا، هل ده بيبقى هدف من الاساس؟ الاساس كان ان انا عايزه ابقى في مجال اللي انا فيه متمكنه وفاهمه كل ابعاده، وطول الوقت بطور من نفسي فيه. عايزه اقول لك ان انا طول الوقت بحاول اتعلم واكون احسن حاجه فيه، وانت لما بتكوني شاطره في مجالك خلاص البيبان بتتفتح. اصعب لحظه مريتي بيها ايه؟ كتير، بس اصعب لحظه على المستوى الشخصي لما جوزي توفى، لان انا لقيت نفسي ب3 اولاد صغيرين في مصر، واحنا اصلا كنا عايشين في امريكا، وحولت الموضوع ده ان انا قعدت في مجلس الاداره بتاعه المدارس بتاعه الولاد، وقررت هكمل بيهم في مصر، وكملت حقوق اللي كنت ابتديتها، ودخلت القلعه وكملت في مصر وابنيت نفسي. بس اللحظه اللي تهزيت فيها ان انا حسيت ان انا نزلت، كنت في قطر ونزلت في المحطه الغلط. في البروفيشنالي الحقيقه في مجال العمل بتاعي، ان انا طول عمري عايزه اعمل حاجه ليها هدف وليها غايه وليها برضو معنى وبتاثر، وان انا دي قدرت اعملها جوه شركه القلعه، بس ما كانش مفهوم قوي المجال ده، فعجبني جدا. وان انا كنت جزء من دوري هو ان انا بحاول اخلق، اعمل ادفوكسي، وان انا اخلق وعي بمفهوم الاستثمار المسؤول والمسؤوليه الاجتماعيه، ان كل واحد فينا عليه مسؤوليه. احنا فكره الجلوبال سيتيزن شيب دي، انت مواطن ويمكن في بره بتحسيها اكتر كل أكتر واحد عنده مسؤوليه للي حواليه وللمجتمع. عبير، اصعب لحظه يعني مرت عليكي كانت ايه؟ انا اصعب لحظه ان انا بقى ما كانش عندي الهدف ده يمكن، او ما كنتش شايفه نفسي ماشيه في هذا الاتجاه. وفعلا في لحظه معينه مع وفاه اخويا اترميت في البحر، فحسيت ان انا يعني مضطره بسرعه جدا اتعلم ازاي اتصرف، ازاي اقدر ان انا يعني اغطي كل المطلوب في الشركه، وانا مش مستعده. وان هم يبصوا عليكي بعد الوالد والاخ ان انت تستطيعين. طبعا، وان انا نفسي كمان اشوف نفسي بهذا تؤمني بنفسك. داليا، انت بتقودي كام واحد في نهضه مصر؟ ما يقرب من 3300 تقريبا في اكتر من شركه. صوتك واطي كده. ما يقرب من 3300 تقريبا. لا، انا بقول يعني انت صوتك واطي كمديره، انت صوتك واطي كده ولا المديره صوتها بيعلى شويه؟ هو في العادي ان انا بتعامل مع الناس كده بهدوء بنفس التون ده، بس ما بخليش حد يقول لي معلومه مش مظبوطه او ما تعديش على عقلي مظبوط، لان انا طلعت السلم من تحت، فما حدش بيقدر يقول لي حاجه مش صح قوي. فلو اي حد قال لي حاجه مش صح قوي بفضل وراه لغايه ما اطلعه ان ما يصحش كده، ما تعملش كده تاني. يمكن بكون صوتي بيتغير شويه احتمال، بس هو في الاصل ان بتعامل مع الناس بهدوء كده. دكتوره غاده، نصيحه بقى للشابات اللي بيبصوا عليكي برضو، وقت بيخلص للاسف، اللي بيبصوا عليكي ويقولوا لك انت ازاي بقيتي سينيور بانكر كده؟ كنت مأوحة. يعني ما بقولش يعني كلمة حلوة قوي. يعني وبعدين ما بفيش كلمة تكسرني. يعني الواحد بيسمع طول سكته، راجل أو ست، بيسمع كلام دمه تقيل، حاجات محبطة، كلمة في الآخر وزنها ما بتديهوش حد، أنت اللي بتديله قيمة، كلام فارغ، ما تسمعيش لكلمة لحد. انا بشكركم جدا، انا سعيده ان انا كنت موجوده معاكم، انتوا شرفتوني. كنت عايزه تقولي حاجه؟ انه الحلم والايمان. كنت عايزه اقول ان اللي عنده هدف حقيقي بيسعى له في الدنيا، انا عمري ما دخلت ان هكون رئيس مجلس اداره، ولا فكرت ولا حلمت. ده ساعات بيزعل الناس مني، بس دي كانت الحقيقه. انا كان نفسي اعمل حاجه تخدم الناس، وربنا وفقني، اتعلمت كتير وذاكرت كتير واتحركت في مجالات كتير، وبتعلم لغايه دلوقتي عشان احاول اقدم حاجه كويسه، فربنا وفقني فوق ما عقلي يتخيل. يعني دي الجائزه رقم 7 شخصيه لي على المستوى الدولي والعربي والمحلي، مش انا والله، هو ربنا بارك لي عشان عندي هدف نعمل حاجه لله.
أنا بشكركم، بحييكم، يعني سعيدة وفخورة أن عندنا هذه النماذج في مصر. مأوحة، فيش كلمة تكسرك، الإيمان باللي أنت بتعمليه، الحلم مهم جدا، كل ده يوصلك للمكان اللي أنت عايزة تكوني موجودة فيه. وما فيش فرق بين راجل وست، خلاص إحنا بقينا صحفي، بانكر، مدير، مهندس، رئيس، يعني خلاص كلمة راجل وست دي في عملنا يجب أن تنتهي. إحنا الصفة هي المهمة، الكفاءة والإيمان والكفاءة والقدرة على الأداء العمل بشكل جيد وكفء. أشكركم ونتقابل بكرة بإذن الله. هذه لميس الحديدي، صباح الخير.